مساء الجمال والسعادة على كل متابعي منتهى البهجة. زي ما عودناكم باستمرار كل فقراتنا متنوعة، وبما اننا داخلين على الصيف وكورونا بدأت تهدى شوية علينا وهنرجع لمناسباتنا وافراحنا كلها، حبينا النهارده يكون معانا ميك اب ارتست، وهي اللي عامله لي اللوك الجميل ده. بصراحه انا كنت دايما بقلق وعمري ما بخلي حد يحط ايده في وشي ابدا ابدا، بس وثقت فيها وهي ما شاء الله شغلها ممتاز. وهنعرفكم كمان تفاصيل عن العرايس والافراح وازاي تتعامل مع بشرتها قبل الفرح، وكمان لما نرجع الجامعه ان شاء الله يا رب كورونا تروح ونرجع لحياتنا الطبيعيه جدا، هنعرفكم اسرار كتير ازاي البنات تتعامل مع الصيف ومع بشرتها بطريقه كويسه. معايا النهارده ومعاكم ميك اب ارتست نوره ميرا. ازيك عامله ايه؟ حضرتك نورتيني جدا، بصراحه انا مبسوطه بيكي ومبسوطه باللوك العظيم اللي انت عملتيه لي. ربنا يخليكي، تسلم ايدك. مين بقى دعمك اول حد وقف جنبك جدا؟ انا عايزه اللي سندك. هو اللي وقف جنبي اصلا او وافق ان انا اعمل الخطوه دي هي مامتي. تمام. هي اللي بصراحه يعني هي اي حاجه انا بتمناها هي اللي بتبقى واقفه جنبي وهي اللي بتساعدني في كل حاجه. ربنا يخليها لك دايما. الام بالدعم، وانا بحب البنات اللي بتتحرك وتعمل حاجه لنفسها حتى لو كان مجالنا ما يسمحش. ليه ما نخلقش لنفسنا كارير احنا نحبه ونتبسط بيه ونقدر ندعم نفسنا فيه؟ ربنا يخليها لك يا رب. احنا معانا لوك النهارده عروسه قمر، هي كانت قمر من غير حاجه. احكي لنا بقى يا نوره، احنا عملنا ايه مع نسمه قبل الهوا عشان الوقت؟ طبعا احنا عملنا لها لوك سكاف، بس حاجه برضه يعني مش اوفر، حاجه بسيطه من غير اي لاين. تمام. عملنا بس الوان بسيطه هاديه فوق العين، وحطينا الفاونديشن وظبطنا بالبودر. لسه بقى الحاجات التاتشات البسيطه. طب يلا نكمل بقى عشان الوقت وندردش واحنا بنشتغل كده. هنعمل لها الكونتور البودر والكونتور الكريم. طبعا الكونتور بقى دلوقتي كله وشه تخين، وشه رفيع، كله بيبقى عايز ينحت ويطلع قد العصفوره. كل وش ليه رسم كونتور معين. طبعا. بعد الكونتور هنحط بلاشر برضو لون هادي زي اللي على العين. بصراحه الالوان فوق العين البلاندنج بتاعها رائع جدا وهاديه وجميله كده. هي عروسه قمر اصلا من غير حاجه. بقول لكم كله على كشمير. يعني بتعملي ايه بقى يا نوره لو في عروسه جت وبعد ما خلصتي شغلك خلاص وبصت في المرايه لقيتي رياكشن مش معقول؟ هي مش بتبقى من العروسه. يعني هو ممكن يبقى حد مع العروسه. انا بخلص شغل عموما وبسال العروسه يعني ايه رايك في اللوك الاول. لو في حاجه مش عاجباها انا بفهمها، مثلا انا عملت كده ليه، حطيت ده ليه، ايه اللي مش مع العين المعينه بتاعتي. لكن لو العروسه اصلا طالبه لوك انت شايفاه مش هيمشي معاها، بتنصحيها وبتقولها ان ده مش هيمشي معاكي، وبتعملوا اني حاجه بقى، اللي رايك ولا رايها؟ لا، هي في الاخر بتقتنع برايي، لان هي بتبقى شايفه مثلا ان عارفه الرسم اللي عندها هيمشي ايه فبتقول لي. تمام. بصراحه اللوك جميل وهادي جدا جدا جدا. انت واخده كورسات ولا هاويه الموضوع يا نوره؟ لا، انا خدت كورسات خدت كورس في الشرقيه وكورس في الزازي. تمام. وبعدين انا اصلا كنت شغاله قبل الكورسات بس شغل بسيط يعني. بهوايتك يعني. حبيتي الموضوع فقررتي تزودي فيه شغلك. بس انا هاويها من الاول يعني، بس مامتي برضو هي اللي شجعتني ان انا اخد الكورسات دي وكده. تمام. وانت يا نسمه ايه رايك في اللوك الفظيع ده؟ هادي والله، هادي مش احنا هنخلص لها بس الروج. كده فاضل لها الروج بس. انت كده حطيتي بلاشر وكونتور وظبطتي كل حاجه، فاضل بس الروج. ايوه. وحواجبها ما شاء الله جميله. اهم حاجه في الميك اب، غمضي كده يا نسمه، اهم حاجه في الميك اب ان الرموش تبقى حاجه طبيعيه اكتر. بالظبط كده.
لكن لو العروسه حصل معاها الموقف ده انت خلاص بتعملي الصالح ليها او اللي هيطلع شكلها حلو. طبعا انت بتكوني فاهمه اكيد العيوب اللي موجوده في البشره او الحاجات اللي هتظهر مشاكل البشره. ما فيش حد عندنا ما فيهوش مشاكل في بشرته طبعا، جفاف بقى او دهون او مسام واسعه او الحاجات دي كلها. المفروض ايوه قبل الفرح اقل حاجه مثلا قبل الفرح اي عروسه المفروض تهتم ببشرتها يعني مثلا 3 شهور. تعملوا ايه بقى؟ يعني تقدر تعمل اي حاجه بتعمل عنايه للبشره وترطبها على قد ما تقدر. ايوه. وطبعا لو هي مثلا فيها حبوب او كده تعالجها مع دكتور. البشره الدهنيه الترطيب احيانا بيقلب بالعكس يعني. هي المفروض تكون تتابع مع دكتور جلديه. شوف بقى هي ايه اللي بشرتها محتاجه بالظبط. لكن بتنصحي العروسه قبل الميك اب تعمل تنظيف بشره ولا بتحسيه خطر او ممكن يعمل التهابات للبشره؟ لو بشرتها مش محتاجه يبقى هو مثلا ماسكات سكين كير كويسه قوي تعمل سكين كير. ماسكات طبيعيه ولا انت بترشحي حاجات في حاجات اصلا يعني ماسكات من الطبيعه يعني حاجات بالنعناع وحاجات بالحليب الحاجات دي بتبقى كويسه جدا يعني. يعني احنا بنعمل ميكس في البيت اللي هو زبادي وعسل وقرفه وعسل والحاجات الطبيعيه دي. الحاجات دي كويسه والماسكات اللي انا شغاله بيها اساسا لعرايسي بتبقى كلها من التركيبات الطبيعيه بتبقى حاجات يعني تحفه الصراحه. بتديني انا نتيجه كويسه وبتريحني في الشغل. تمام. بس العروسه اللي بتتابع قبلها بتبقى احسن بكتير يعني تتابع قبل المناسبه بتاعتها يعني شهرين 3 بتحسي ان شكل الميك اب بيختلف وتوزيعه طبعا. بتريح وحتى الميك اب بيبقى على بشرتها كده مرتاح. انت بتاخدي قد ايه تقريبا في ميك اب العروسه وقت؟ انا ممكن يعني ساعه انما في عرايس ممكن اخد معاها ساعتين ما اعرفش ليه. حسب بترجع لراحة العروسة معاكي ولا يعني هي ممكن الشغل فيه عرايس ببقى بشتغل معاها مريحاني. تمام. يعني مثلا الموديل شغلها مريحني خدناش وقت في اللوك انما في عرايس ممكن اقعد معاها ساعتين اعمل لها في لوك هو نفس اللوك بس بياخد وقت كبير. ما شاء الله هو جميل وهادي جدا ويعني تحسي ان الصور اكيد هتطلع مريحة كده لو لوك زي ده عروسة. انت عندك استوديو نورة؟ عندي استوديو في البلد بتاعتي في الشرقيه. انت في الشرقيه صح. لكن كنت اكيد بتاخدي الكورسات والمذاكره دي هنا في القاهره ولا برضو هناك؟ لا الكورسات واخداها هنا في القاهره. واخر كورس كنت واخداه مع هايدي صلاح. فرق معايا جدا الصراحه. بتفكري في يوم ممكن انت تدي كورس ولا لا مش دلوقتي خالص؟ حسن ليه ما عندكيش القدره او العلم الكافي اللي تقدري تديه للي قدامك وتنتجي من تحت ايدك حد ينفذ الحاجه دي ولا انت مشغوله في شغلك وبيتك والحاجات دي؟ لا بصي هو موضوع الكورسات بتبقى مش بس بتعلمك تشتغلي ازاي بالماتيريال لا هي بتديكي كذا تكنيك تشتغلي بيه. فانا لسه ما يعني انا بشتغل بتكنيك معين لازم يكون عندي كذا طريقه علشان تريح البنت ذات نفسها مثلا تبدا بالعين تبدا بالفاونديشن الاول وبعدين العين يعني ليه كذا طريقه. طبعا. وبالنسبه لبنات الجامعه بقى لما يرجعوا الجامعه اللي احنا بنشوفهم واحنا ماشيين دول بيبقوا حاطين 3 كيلو حاجات على وشهم باودر وفاونديشن وتحسي ان هي طالعه من حاجه بيضة. البنات تتعامل ازاي مع الجو الصيف والحر والرطوبه والحاجات دي من غير ما يدمروا بشرتهم باي ماتيريال من اللي هما بيعملوا فيها دي؟ هما 3-4 حاجات تقريبا لللوك بتاع الجامعات والمناسبات الصباحيه عموما. زي ايه بقى؟ يعني هو كونسيلر وتنت مثلا وماسكارا بس لكن ما يحطوش بقى الفاونديشن والباودر. عارفه انت بتحسي ان هم جايين من طبق نازلين فيه وطالعين كده منورين منورين ومجيرين وعاملين كل حاجه حلوه. هو بس يعني الكونسيلر عشان الهالات اللي في وشها. وبعدين التنت دلوقتي يعني بصراحة بقى كويس وبيريح يعني ممكن تستخدمه روج وممكن تستخدمه بلاشر بيبقى كويس. والمسكرة تقريبا يعني هي لو عايزة بقى تعمل حواجبها مسكرة حواجب برضو تبقى كويس.
انما بقى مش الفاونديشن وباودر وكونتور لا. وبالنسبه للبشره والرطوبه طبعا بتعمل بقى مع الحر والصيف الالتهابات دي، البنت تقدر تعمل ماسك ايه خفيف حاجه طبيعيه من البيت وفي نفس الوقت تريح بشرتها وتخليها طبيعيه اكتر؟ في ماسكات كويسه زي مثلا لو اشترينا نعناع وحليب. نعناع نعناع بتاعنا نعناع اللي احنا نعناع اخضر، نعناع الاخضر نجففه ونفركه ونفرمه مع الحليب وزبادي بقى التلاتة دول مع بعض يعني بتخليه حاجة رطبة كده شوية بترطب البشرة. تعمليه كويس قوي بيبقى مش غالي وفي نفس الوقت بيدي نتيجة حلوة للبشرة. تمام بس تسلم ايدك يا نورة، والله اللوك جميل يا رب. وبسيط قوي. احنا كده خلصنا اللوك. جميل جدا ما شاء الله. وهي كانت قمر من غير حاجه بصراحه من ساعه ما جت الصبح ما شاء الله جميله ما شاء الله. احنا قلنا التنظيف البشره مهم بالنسبه للعروسه جدا، تعملوا قد ايه قبل فرحها بمده قد ايه؟ يعني هي مثلا لو هي بشرتها، انا ساعات بيجي لي عرايس بشرتهم متدمره يعني بشرتها فيها حبوب وعايزه حاجات كتير وزهره المفروض 3 شهور المفروض. تمام. انما مثلا بشره طبيعيه مثلا دهنيه شويه كده شهر مثلا هيبقى كويس قوي. بس المفروض يكون في عنايه، لان انا ساعات دي اكتر حاجه ممكن تضايقني ان العروسه تيجي وهي مش ما عملتش اي حاجه غير اسبوع الفرح. ده بيتعبك خلال وقت الشغل مش بس النتيجه يعني انت نفسك وانت شغاله بتكوني تعبانه جدا في توزيع الحاجات دي على بشرتها لما بتكون مش نظيفه. ايوه طبعا الدمج بيبقى مش سهل والشكل النهائي برده مش بيبقى سهل. ممكن بقى هي في التصوير والفوتوشوب بتظبط، بس في الطبيعه ما كانتش الواو يعني. انما الاحسن ان هي تعمل عنايه لبشرتها الاول. انت اصلا بقالك قد ايه شغاله وفاتحه السنتر بتاعك؟ انا بقالي بالظبط 2 سنين. وحاسه ان انت من اول ما بداتي لحد دلوقتي في تقدم، ولا انت زي ما انت اللي اتعلمتيه ماشيه عليه؟ لا الحمد لله الحمد لله يعني، وبتشجيع مامتي برضو ان هي بتساعدني. اللي بيشوف الميك اب بتاعي بيعجبه فبيطلبني تاني ما شاء الله. حتى مثلا انا الصفحه بتاعتي على الانستجرام والفيس بيجيلي شغل من يعني الناس ممكن تكون شافت الصور على الصفحه بس بيبعتولي وعايزين اروح لهم وكده. واللي برضو بيشوفوه على الطبيعه بيعجبهم الحمد لله يعني توفيق من ربنا ما شاء الله. يعني حاسه انه الحمد لله في انتاج كويس وده مسبب لك دخل طبعا اكيد كويس عن قبل ما تبداي. طبعا الحمد لله، وحلمي ان انا بصراحه اكمل يعني مش عايزه اقف عند مكان معين. ان شاء الله ان شاء الله تكملي. احنا خلينا نشوف صور كده من شغلك جميله جدا ما شاء الله على الشاشه. جميله دي موديل كانت عندي كانت من اسكندريه هي. يعني انت مش شرقيه وبيجي لك ناس من اسكندريه او انت بتروحي لهم تروحي محافظات كمان عادي مش عامله ازمه يعني الموضوع ده؟ لا انا حابه ان انا بصراحه انتشر في شغلي. بصي الله جميله هاديه خالص. ودي برضو موديل من القاهره. ما هو انا شايفه قدامي اهو انا شخصيا والعروسه ما شاء الله. انا فرحانه والله ان انا عملت لحضرتك ما شاء الله. تسلم ايدك يا حبيبتي ربنا يخليك. لكن بتفرقي في شغلك بين ميك اب العروسه الزفاف والخطوبه والسواريه؟ يعني كل حاجه بيكون ليها شغلها ولا هو نفس الماتيريال بنفس طريقه الشغل؟ كل حاجه لها ماتيريال معينه. يعني مثلا الفونديشن بتاع الزفاف مش زي مثلا الخطوبه مش زي السواريه. مش كل حاجه لازم يكون الفول كفر بتاعها شديد يعني. احسن حاجه مثلا الزفاف بيبقى مثلا عايزه حاجه كويسه عشان تثبت طبعا المجهود ويوم كامل وتصوير وكده. غير الخطوبه بتبقى عايزه حاجه بسيطه سواريه شويه وحسب البشره برضو يعني كله بيرجع لشكل البشره ايه. يعني انت ممكن تبقي مرتبه ان انت هتشتغلي بحاجه معينه ولما تشوفيها لا تتفاجئي تبقى عايزه مثلا تعالجي البشره الاول بطريقه معينه. بتقدري تعملي ده؟ يعني انت لو جات لك العروسه فاجئتك ان بشرتها فيها حاجه صعبه بتقدري تخفيها وبتشتغلي عليها
بقدر الامكان وتطلعي نتيجه كله زي بعضه، ولا بيبقى في اختلاف في النتيجه بين العروسه اللي اهتمت ببشرتها والعروسه اللي سابت بشرتها او ما بلغتكيش بالمشاكل اللي فيها؟ ايوه بصراحه انا بحاول لما بتجيلي بشره مجهده شويه بحاول ان انا اعمل تغطيه كويسه على قد ما اقدر. بس في بشره ممكن تجيلي اللي هي الحبوب فيها بارزه، الحبوب البارزه دي هتروح فين بقى؟ مش هقدر يعني، بحاول اخفي اللون مثلا، انما عمري ما هقدر اخفي الحاجه البارزه دي بالظبط. انما مثلا في بشره ممكن يكون فيها حفر في الوش عموما، ممكن يكون فيها هالات اماكن سمراء في الوش، دي بتظبط في الميك اب. والعروسه يعني اللي بتجيلك بقى تقول لك بيضيني انا عايزة اطلع بيضة، بتعملي لها ايه؟ دي ملهاش حل اكيد من وجهة نظري. ده انا بعاني منه بصراحة. بتبيضيها؟ مش ببيضها، بس بحاول ان انا على قد ما اقدر اعمل لها الوان فاتحة، بنكات بقى، احمرات، بس انا ذات نفسي صراحة مش ببقى راضي عن اللوك، بس بحاول اللي هو بترضي الطرف اللي قدامك، بترضي الطرف ارضيها وفي نفس الوقت تطلع كويسة، مش اللي هي اوفر كده. يعني احب برضو انصح العرايس ان هي مش لازم تبقى طالعه فاتحه، يعني هو احلى حاجه ان انت تبقي طالعه لونك صح، او لو هنفتح هي درجه واحده، مش هي تبقى سمراء واحنا نعملها بيضه. دي بتبقى ممكن نعمل ميكسات مثلا في الفونديشن نظبط مع بعض، انما مش سمراء فعلا وتطلعي ابيض، مش هتبقى طبيعي خالص. انا بشكرك جدا يا نوره، نورتيني بجد. بالمناسبه انت نورهان، انت قلتي لي بس انت معروفه بنوره، فنورتيني يا نوره جدا، وانا مبسوطه بشغلك ومبسوطه ان انت مصره على انك تعملي حاجه وتعلي من نفسك. برافو عليكي، انا بشجعك جدا. ربنا يخليك. وبشكرك لوجودك معايا، وبشكرك يا نسمه نورتيني، ربنا يخليكي. بصراحه هي زي القمر من غير حاجه. انا حابه بس سريعا ادي نصيحه لبنات الجامعه، دي مني انا بقى. كنت قريت مقوله ل خبير مكياج أجنبي إنه الأنثى اللي بتكتفي بروج وردي خفيف مع كحل العين هي أنوثة أكتر فخامة وأناقة. فأنا عايزة أوصل لك إن الفخامة والأناقة هي من جوانا ومن نظافتنا وطالعة من نفسنا. لازم تحبي نفسك، اقفي قدام مرايتك وحبي نفسك زي ما انتي. الابيض ده والله مش هيعمل لك حاجه، والميك اب مش هيعمل لك حاجه، خليكي زي ما انتي وخليكي واثقه من نفسك وواثقه ان اللي قدامك شايفك بعينيكي الحلوه. اقتنعي بالمرايه اللي انتي واقفه قدامها، وحبوا بعض وحبوا الناس كلكم. دمتم في صحه وسعاده، يا رب تكون الحلقه كانت خفيفه على قلوبكم. هستنى ارائكم على صفحه البرنامج، برنامج منتهى البهجه، وهستنى كمان اقتراحاتكم لفقراتنا الجايه. حابين نتكلم في موضوع ايه، وان شاء الله ربنا يقدرني وانفذ اللي تطلبوه. دمتم في صحه وسعاده، اشوفكم في حلقه جديده من منتهى البهجه.